السلام عليكم. تداول رواد موقع تويتر فيديو موثق لحظة أداء عدد من الطالبات وصلة رقص بإحدى الفصول في مدرسة بالمملكة، وأظهر مقطع الفيديو الذي وثقته إحدى الطالبات بجوالها أداء الطالبات لوصلة رقص جماعية على موسيقى أغنية في الفصل. وكانت وزارة التعليم أصدرت قرارا بمنع استخدام الجوال نهائيا داخل المدارس، على أن تلتزم المدرسة بمتابعة التحديثات للحالة الصحية لمنسوبيها والطلبة يوميا على موقع توكلنا يوب.